حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم من جديد. لازلنا نناقش يعني مشكلة أو قضية الكدادين في السعودية، مشكلتهم مع النظام المروري بشكل عام وأيضا مع نظام ساهر بشكل خاص، وأيضا معي ضيفايا الكريمان من الرياض الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الخير الله، وأيضا المحامي والمستشار القانوني الأستاذ سلطان العنزي. طيب خلونا نبدأ مع الأستاذ سلطان أو الأستاذ أحمد خير الله. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ أحمد. يعني يقول الكدادين يعني في أحاديث صحفية لهم يعني أنهم مجبرون على هذه المهنة يعني المتعبة جدا، وعلى ذلك وعلى الرغم من ذلك فهم مطاردون يعني من قبل أجهزة الدولة وغير مرغوب بهم يعني لدى القطاع الخاص. كيف يعني ترى هذا الحصار ونتائجه على يعني الممتهنين لهذه المهنة؟ في البداية أمسي عليك أستاذ الكريم ومسي على السادة والسيدات المشاهدين. بالطبع عندما تضيق بهم الخيارات لا يكون أمامهم إلا طريق الكدادة. للأسف يتم التضييق على هؤلاء الشباب بدون محاولة حل الوضع المأساوي الذي يعيشه. شباب كثير منهم يعاني إما من البطالة الدائمة أو يعاني من قلة الدخل سواء الشهري أو يومي الذي يحصل عليه من وظيفته الثابتة، فهو ما يضطرهم إلى الكدادة. للأسف أنه بدلا من أن يتم إيجاد حلول ناجحة لوضعهم المأساوي يتم مطاردتهم وإثقال كاهلهم بالغرامات والمخالفات التي تزيد من مأساتهم. هم أمام خيارين، إما أنه يتجاهل دفع هذه المخالفات وبذلك يكون مطارد قانونيا أمام السلطات، أو أنه يدفع هذه الغرامات كل مرة وهو ما يقضي على مصدر الدخل الوحيد الذي يتحصل عليه. نعم. طيب خلينا يعني نتحدث أيضا عن بعض يعني الكتاب الذين كتبوا في هذا الموضوع. يعني في 27 من أكتوبر الماضي هاجم الكاتب الصحفي في صحيفة الاقتصادية فهد القاسم الكدادين ووصفهم يعني ب يعني الطفيليين، وقال يعني في مقاله أن هؤلاء الكدادين زنانين، فالواجب يعني قيام حملة للقبض عليهم ومعاقبتهم وأيضا مصادرة سياراتهم. يعني هل تتفق أم تختلف مع رأي الكاتب في هذا الشيء؟ ربما إذا كان بعضهم يحمل هذه الصفات فمن الخطأ أن يتم تعميم هذه الصفات على كل الكدادين. بالطبع هذه وسيلة عيش بالنسبة لهم، يعني أيهم الأفضل، أن يعمل ابن الوطن في هذه الوظيفة أم يتم استقدام آلاف السائقين سنويا لممارسة هذه الوظيفة ويتم تضييق الخناق على أبناء الوطن في مصدر العيش الوحيد الذي يمتهنهم. في بعضهم يعني لا يحمل أي شهادات، شهادته ممكن تكون متوسطة ابتدائي أو أقل أو متوسط، وهو ليس مؤهل لعمل أي عمل آخر. فمهنة السياقة لا تعتمد على الدرجات الأكاديمية بقدر ما هي على المهارة في السياقة. إذا كان للأسف إذا كان هذه النظرة هي التي نحكم بها على الكدادين بأنهم زنانين وأنهم وأنهم وأنهم، طيب إذن لماذا لا نضع لهم حلول لمشكلتهم المزمنة التي يعيشوها من البطالة؟ طيب إيش الحلول برأيك يعني أنت، يعني طالما أنك مهتم بهذا الشأن ويعني وتكتب في هذا الشأن، يعني برأيك يعني ما هي الحلول لهذه الفئة؟ لما لا يتم تنظيم عملهم ضمن إطار شركة موحدة تعطيهم رواتب ثابتة شهريا، يتم بدلا من كل شركات الليموزينات وشركات النقل الخاص التي متواجدة في البلد والتي تعتمد على السائق الأجنبي، لما لا يتم توظيف هؤلاء الشباب نظير رواتب ثابتة ونظير مثل ما في أمريكا مثلا، هناك الشركات اللي يسموها التاكسي أو اليالو كاب اللي هي تعتمد على السائق أنه يعمل ويحصل على نسبة من ساعات العمل حقه، ويحصل في أيضا على كل ساعة عمل هناك أجر ثابت مغاير أيضا لما يحصل عليه من الركاب. فإذا هي المسألة الحلول موجودة، ولكن هل هناك رغبة حقيقية لهذه الحلول أم لا؟ نعم جميل. خليني أنتقل للمحامي الأستاذ سلطان العنزي وأسألك، يعني تشير يعني التقارير الصحفية إلى أن الكثير من شركات الأجرة دائما يفضلون السائق الأجنبي على السائق السعودي، وهو طبعا ما يدفع العاطلين للعمل طبعا في الطرق السريعة. كيف يمكن تجاوز هذا الخلل
خصوصا يعني أن وزراء العمل السابقين يعني اعتدوا ذلك فشلا في سعودة هذا القطاع. أولا اعتماد شركات الليموزين أو شركات الأجرة على السائق الأجنبي قد يكون الدافع الرئيسي أن السائق الأجنبي لا يحصل على دخل عالي، ويكون ملزم ومجبر بل مكره في بعض الأحيان على تحقيق دخل لا يمكن في بعض المرات أن يحققه السائق السعودي لطول ساعات العمل. هناك سلبية قد يعني تكون معممة ولا نستطيع إنكارها، وإن كانت قلت في الآونة الأخيرة التي يسمها كثير من رجال الأعمال، أن السعودي عامة في كل وظائف الخاصة ليس جادا وليس حريصا على مصدر دخله، وقد يسمه بعض الأشخاص بالمزاجية. لا ننكر وجود هذه السلبية، لكن لا نستطيع أيضا تعميمها على كثير من أصحاب الدخل البسيط والضعيف والمحدود. كثير من هؤلاء الذين لجوا إلى هذه المهنة ما لجوا إليها إلا للعوز وضيق العيش، كما تفضل الكاتب وكما طرح كثير من الكتاب. الحل الأسلم هو وضع تنظيم، إما شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية ترعاهم وتضع لهم تنظيما خاصا، وبالإمكان إحلال الغير السعودي السعودي مكان الغير السعودي في شركات الليموزين حتى يستفيد ابن البلد. كذلك يجب أن تقوم وزارة العمل بتعديل ساعات العمل وزيادة دخل السعودي سواء كان سائق ولا غير سائق، حتى يمكن أن يستفيد من هذا التعديل. لا يمكن أن أقوم بإحلال فقط السعودي مكان غير السعودي وأطلب منه ساعات عمل إضافية وبنفس الدخل السابق، لا يمكن. السائق الغير سعودي ليس لديه أي التزامات اجتماعية، وبالتالي سوف يستطيع العمل ساعات عمل أكثر، في حين أن السعودي لديه أسرة والتزامات اجتماعية لا يمكن أن يعمل 16 ساعة أو 18 ساعة خلف المقود كما يقوم بالسائق الغير سعودي. وبالتالي يجب أن تقوم وزارة العمل بالتدخل في تقنين ساعات العمل ورفع الحد الأدنى للأجور حتى تستطيع هذه الفئات أن تستفيد الاستفادة الحقيقية. لا نريد فقط تغيير الأنظمة وتغيير التعليمات شكليا ولا يستفيد منها أحد، نريد أن يكون التغيير واقعي وحقيقي وملموس وله أثر على جميع هذه الفئات سواء كانوا كدادين أو غير كدادين. نعم، خلينا نأخذ يعني أحد يعني اللي يعملون في هذه المهنة، وهو الأستاذ مصلح المطيري، وهو كداد يعني على الطرق السريعة، يعني كمصطلح الشعب اللي دائما يطلق على سائقي هذه المركبات لنقل الركاب. يا هلا ومرحبا فيك. أنا حاب أسألك يعني في البداية، يعني منذ متى وأنت يعني تعمل سائقا على الطرق السريعة أو ما يعرف بالكداد؟ أنا لي 9 سنوات. يا هلا ومرحبا فيك. هلا حياك، تفضل. 9 سنوات أنا شغف الموظف. ما أسمعك، كم؟ 9 سنوات. 9 سنوات، طيب جميل. خلينا احنا يعني نتكلم، احنا قبل الاعداد انت ذكرت لنا معلومة انه يعني خلال اعداد الحلقة ذكرت انه يعني تورطت بمخالفات مرورية يعني تصل الى 100,000 ريال، كيف حصل هذا الشيء؟ والله من نداب التفتيش هذه 116,000 اللي عليه سجلي. 116,000 حصلت في كم، في شهرين، في ثلاثة، ولا كم؟ خلال الفترة هذه اللي أنا شغالها 9 سنوات. خلال 9 سنوات، طيب يعني 100,000، ويعني كثير ناس يعني يمكن حصل لهم هذا الشيء، لكن أنا أتكلم من يوم بدأ نظام ساهر يعني بالنسبة للسرعة. عارف كم حصل يعني لك مخالفة؟ مخالفة على السيارة اللي باسمها الحرمة 9,500 من ساهر. ليش انت طيب تسرع؟ انت ما تشوف طيب يعني كم محدد السرعه ولا كيف؟ يعني انت شايفه العيب في نظام ساهر ولا يعني العيب يعني فيك انت لانك انت يعني تمارس السرعه في الطريق؟ نعم، كلها سرعه اغلبيتها، يعني مثلا ولا اغلبيه اللي شغال في المهنه هذه كلهم في رقم تفتيش من الطرق، اذا ما اديت راكب وصى عليك قدامك. نعم، ما اسمعك والله، ممكن ترفعونا بس الصوت، انا ما اسمعه والله كويس. اقول لك اغلبيه الكدابه معنا كلهم معسكر وفاران الطرق. طيب سؤال اخير،
سؤال أخير لأنه الصوت يقطع، فبس خلني أسألك سؤال جدا مهم. أنت برأيك يعني كيف ممكن تنظيم عملكم أنتم ككدادين، يعني خصوصا أنه سائقي الأجرة يعني يتهمونكم دائما بالتطفل على مهنة الآخرين لأنكم يعني لا تملكون رخص رسمية أيضا من قبل المرور؟ طيب رخصة كيف؟ أنا معي رخصة ونسيت. لا أنا أقصد رخصة يعني أنك يعني 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 تعمل في هذه المهنة. طيب أنا ما أقدر أفكس الحين شيء باسمي، ما أقدر أطلع أجرة. أنا على سيارة خاصة. طيب هل في رسالة أنت تبغى توجهها من يعني من خلال برنامج؟ تفضل. سلامتك يا حبيبي. طيب شكرا جزيلا لك. يعني احنا بس أخذنا يعني مثال لي بعض اللي يمارسون هذه المهنة. يعني أعود لك يعني أستاذ سلطان وأسألك يعني برأيك يعني عندما يعني يرصد ساهر يعني تقريبا خلنا نقول في من يوم بدأ ساهر يقول يعني 9,000 يعني لشخص يعني يمارس هذه المهنة، مو كثير؟ والله ما نقدر احنا نقول كثير ولا قليل، لأن النظام هنا واضح وصريح في مسألة ضبط مخالفات أو الغرامات اللي تصدر بحق مرتكب مخالفة السرعة. قد الاختلاف اللي حاصل في المجتمع الآن وبين قائدي السيارات آلية ضبط المخالفة، هو طريقة التصوير ووضع الكاميرات في أماكن تكون أقرب إلى الترصد للأشخاص، يعني في حين أن بعض الشوارع تخلو من العلامات التي تدل على السرعة المحددة لهذا الشارع في بعض الشوارع، لكن النظام واضح وصريح في قيمة المخالفة. الأخ مصلح لفت انتباهي إلى موضوع يعني له 9 سنوات ولم يسدد أي مخالفة، تراكمت المخالفات إلى أن تجاوزت قرابة 116,000 ريال. إذا الآن هو يقود سيارته أو رخصة سيارة الخاصة إما استمارة أو رخصة وهي منتهية الصلاحية، لأن لا يمكن أن يجدد أي رخصة أو يقوم بأي تعاملات حكومية إذا كان عليه مخالفات. هذه جهة ضبط تقوم بعمل الضغط على كثير من المرتكبين المخالفات لسرعة السداد حتى يقوم بالعودة إلى 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 النظام الصحيح، النظام الواضح في هذه المسألة، نظام المرور. جميل. خليني يعني لأنه والله ما بقي معي وقت أستاذي، بس أعود للأستاذ أحمد وأسألك لعله قد يكون السؤال الأخير. يعني الكثير من الكدادين يعني لا يحملون يعني مؤهلات تعليمية عالية تؤهلهم للعمل في وظائف مناسبة، يعني برأيك ألا ترى أنه من الواجب على وزارة العمل أن تتحرك لتأمين وظائف تناسب مؤهلاتهم وأيضا وفق عقود يعني وظيفية تتناسب مع الواقع المعيشي؟ بالطبع توفير الوظائف والتدريب المناسب عليها سوف يسمح للشباب هذول بالاستقرار، الاستقرار النفسي والاستقرار المادي والاستقرار الأسري. الطرق السريعة احنا عارفين انه يعني كثير من الشباب او كثير من الحوادث المرورية تحدث عليها بسبب السرعة وبسبب حوادث يعني عوامل اخرى. هذه ثروة وطنية مهدرة إن لم يتم التعامل معها واللجؤ وحلها بأسرع وقت سوف نجد أن هناك هذه الحوادث وهذه السرعات العالية يعني ستنزف شبابنا وتنزف مقدرات الوطن. نحن نطالب وزارة العمل بعمل بتوفير فرص وظيفية لهؤلاء الشباب وتدريبهم عليها حتى يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ولا نتهمهم فقط أنهم زنانين أو خلافه. نعم أنا أشكرك أستاذ أحمد، يعني حقيقة أنه هذا الموضوع إحنا نتمنى أنه نلاقي حل، يعني نلاقي حل لهؤلاء الفئة، لأنه يعني وزارة العمل تتحرك يعني إعطاهم عقود أو يعني حل مشكلة يعني ممارسي هذه المهنة تأهيلهم إلى مكان آخر يناسب وضعهم الحالي. حقيقة انتهى وقتنا، وأشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الخير الله، وأيضا الشكر للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ سلطان العنزي، وأيضا شكرا للأستاذ مصطلح المطيري على مشاركتهما معنا. نلقاكم إن شاء الله مع الزميلة رولا بعد الفاصل.